خرج منها السلامات لكن اضغط من الاول المره الجاي يتقدم السويسي فما سباس فما في السويسي يلعب مايكل الرامو يدخل في 18 مايكل تعدى عملها مايكل تعدى مايكل ويمهد لركله جزاء للترجي الرياضي التونسي سامح الدربالي الدربالي سمح برشا يتعدى بالكوره مايكل الرامو فيها ركله فيها ركله لمايكل الرامو اذا كوره وركله جزاء من سيسدد من سيسدد ليسجل يا ديمورايش لتتنفس السعداء وترجع ماكينة الدم والذهب من جديد الدوران منعرج مباراة يا مايكل مايكل الرامو ولن أقول أكثر مايكل اسم الرامو لقب ارجع كهداف يا ابن نيجيريا مايكل الرامو محمد صبحي في الدقيقة 26 من الشوط الأول مايكل الرامو 30,000 في الملعب وملايين تستنى يتقدم مايكل الرامو ويسجل الهدف الاول عاد النيجيري ليسجل عاد النيجيري ليهدف مايكل الرامو 1-0 للترجي التونسي هدف في وقت مناسب جدا اللي تلبته من 30 ثانيه سبحان الله اللي تلبته من 30 ثانيه سبحان الله لانه ممكن نقول اخبر في قبل الان خالد القربي في الميدان في بعض اللاعبين في الوسط ممكن صادهم الارهاق ينطلق الدراجي دراجي كره خطيره الدراجي يدخل الدراجي والهدف الثاني والهدف الثاني والهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي الان دافع يا ترجي الان دافع يا مكشخه بعد الثاني دافع الان اسامه الدراجي جاء من خلف ملاعب كبير الدراجي يطمن العاصميين يطمن الترجيين مشى وهرب بعد على شريف المره الاولى ضيعها المره الثانيه دونها سجلها اكتبها عنونها لونها بالوان الاصفر والاحمر بالوان وعنوان الدم والذهب 2-0 للترجي الرياضي التونسي اسامه الدراجي في وقته الهدف الثاني عن طريق الدراجي هدف ملعوب من اسامه الدراجي صناعه اسامه هدف الدراجي يتدرج ويدرج الترجي نحو اعلى المدارج في دوري ابطال العرب في وسط الميدان للترجي الرياضي كره في الوسط للنادي الاسماعيلي مهاب سعيد خطيره جدا كره للنادي المصري تتهيأ كره مره ثانيه بتوزيعه خطيره وجون فيه يضيعها مش ممكن فاول اخر خطا اخر من جون فيه والتوزيعه والهدف الاول الاسماعيلي الهدف الاول من مهاب سعيد هذه هي الكرات الغلات هذه هي اللي نبهت عليهم مش ممكن جون فيه بصلاه يخطئ ومهاب سعيد يظل الفارق لكن هدف غالي جدا للاسماعيلويين هدف غالي جدا شوف الكره القاه راح توزع الله يديك يا جون فيه مره اخرى دفاع الترجي يتفرج على الجهه اليسرى على القائم الثاني ما فماش شكون يدافع ما فماش شكون يساند ما فماش شكون يشد الكرات وبالراحه وبسهوله يطلع مهاب سعيد ويسجل 2-1 للدراويش هدف مهم جدا للنادي الاسماعيلي ترجع الكره من جون فيه بصلاه